نبدأ بإيه؟ العجينة. ما فيش حاجة إن شاء الله، كله سهل بإذن الله. وفكرة عجينة البيتزا هي ليها كتير قوي الطرق، يعني مش عايز أقول أرقام، بس يعني ليها طرق كتير جدا، كل واحد بيعملها بطريقة، كل حد شايف إن هي تطلع معاه ناجحة بطريقته يبقى هي الطريقة المظبوطة. ولكن خلينا نعمل الأساسيات، أساس العجينة وأي إضافات تانية دي اختيارية ما هياش إجباري. أساس عجينة البيتزا أو العجين الناجحة عامة هو من الخليط ما بين الدقيق وبين المية، ده أهم حاجة. لو العجين اتظبط أي مقادير تحط عليه إضافات عادي. طيب المعيار المظبوط إيه يا شيف؟ من غير يعني مندوخ في فكرة الجرامات، أنا عارف إن الجرامات بتدوخ الناس كتير، أو فكرة المعايير بيبقى فيها أخطاء شوية، لأن يعني في مش كل المكان أو مش كل بيت هيبقى عنده نفس المعيار اللي موجود في البيت ده أو في المحل ده أو في المطعم ده أو أي كان. فأنا هتكلم بالبلدي شوية وبطريقة بسيطة. لو أنا النهاردة جايب عندي الكوباية دي كلها دقيق، اللي هي دي كلها دقيق، إيه المعيار المظبوط ليها؟ هل ضعفها مية ولا نصها مية؟ لا، نصها مية. طيب واحدة واحدة عليا، يعني هنقول كيلو دقيق، المية ما بتوزنش، يعني مش 500 جرام، هيبقى 500 ملي اللي هو نص الكمية، لو هرقم معايا كده واحدة واحدة، وبخلي عندي حبة مية تانيين سبير إن كيس، أو لو افترضنا إن الدقيق نوعه مش كويس فبدأ يبقى نشف مني، أديله سنة فيظبط معايا. يبقى أنا بتكلم النهاردة على إيه؟ كوباية دقيق نص كوباية مية. كوباية الدقيق بقى 5 كيلو يبقى نصها مية، نص مثلا كميتها كيلو يبقى برضه نصها مية، بالمعيار سيبكم من الجرامات. كوباية قدام نص كوباية. وبعد الدقيق يا شيف احنا تمام التمام خلاص شفناه. ايه بعد كده؟ عندي حبه دقيق تانيين بره، دول اللي ببدا اعمل بيهم العجينه بتاعتي او ابدر بيها العجينه واعرف امسكها كويس. طيب ايه المقادير بتاعت البيتزا يا شيف؟ واحده واحده كده عشان بس ايه، احنا بنعرف نعملها وكل حاجه، بس عايزين طريقه سهله. ادي كميه الميه، بجيب عندي معلقتين كبار من زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بحط كل حاجه قدام عيني هنا عشان بس ما تتوهش في العجانه او على ايدينا. معلقتين كبار من زيت الزيتون. زيت الزيتون وظيفته ايه يا شيف؟ وظيفته ان يخلي ريحتها حلوه ويخلي معايا العجينه طريه. طيب واجي الناحيه الثانيه، ايه معيارك برضه؟ عندي معلقه خميره باودر كده اهي، وعشان الكميه دي يبقى معلقتين خميره، وهو معلقه كبيره. حلو الكلام؟ وحته من عندي عشان بحبها تبقى هايشه كده. حلو؟ طيب وايه تاني؟ وعندي معلقه سكر ومعلقه ملح مش كتار كده، وزيها نفس الكلام اهو. حلو الكلام لحد كده؟ طب تمام جدا وزي الفل. ايه تاني يا شيف؟ اقول لك مفيش حاجه تانية خلاص، هي دي المقادير. هنا في عندنا مدرستين، علشان التفاصيل اهم من الشغلانه والله. في مدرسه بتعمل الميه دي بتبقى دافيه، بتنجز بتنجز، بتفرق في التخمير لو حضرتك بصيت كده معايا هنا في الميه، معلش يا فندم، تفاعل الخميره هنا ده اهم شيء في الحكايه كلها. التفاعل الخميره لما تفور شويه او تبدا تدوب مع السكر ومع الملح. طب واحدة يا شيف، واحدة واحدة كده، ايه وظيفة السكر والملح؟ هما اللي يعملوا معايا الاستيك في العجينة ما تطلعش مني بسرعة، تبقى ماسكة شوية، ده التوازن بتاعها. طيب زيت الزيتون قلنا بيعمل ايه؟ الخميرة بتعمل ايه؟ الخميرة هي اللي هتخلي العجينة معايا تبقى خمرانة وتبقى سهلة معايا في الفرد، ويبقى فيها فراغات الهواء بعرف ادقها شوية. هنشوف التفاصيل. حلو كده لحد كده؟ كلام جميل. وبعدين قبل ما اشتغل انزل بالمضرب بتاعي وابدا اقلب حاجتي واحدة واحدة، عشان ابقى جاهز وانا بشرب الدقيق في العجانه حاجتي كلها متظبطه ومدوبها. حلو الكلام لحد كده؟ دوبنا الخميره بالسكر بالملح بزيت الزيتون. طيب عندي كمان ممكن لو حبينا نستخدمها، جاب نص علبه زبادي. لو انا عايز احول بقى، خلاص اتكلمنا في الاساسيات، لو انا عايز احول العجينه دي احولها الى سبونش شويه او تبقى هاشه شويه، احط عندي الزبادي. وممكن هدلع بحاجات تانية، هنشوف بنتكلم واحنا واحده واحده، يعني مش عايز اشغلكم بس بتفاصيل تبقى صعبه. هنا انا بعمل العجينه الكلاسيك العاديه خالص الرفيعه، عايز اتخنها شويه هديها الزبده وهنشوف ده، الزبادي عفوا، هنشوف ده وهنشوف ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل عندنا بالدقيق واحده واحده كده. حلو الكلام؟ كلام جميل. وهنقفل
وهنبدأ نقلب الدقيق الأول. طيب أنا عايز أعلي التيست يا شيف في الحكاية، ممكن نضيف إيه؟ هقول لك أنا من وجهة نظري النهاردة رايح على تيست مختلف شوية. إيه هو التيست؟ بص كده معايا، ربع معلقة توم باودر على ربع معلقة بصل باودر. إيه الحكاية؟ تيست مختلف فيه ريحة حلوة إن شاء الله تعجب حضراتكم، برضه ندوبها من مرة عشان نبقى مظبطين حاجاتنا واحدة واحدة. حلو الكلام لحد كده؟ كلام جميل وزي الفل. ننزل واحدة واحدة كده بالمعيار اللي احنا مظبطينه. بسم الله. اهم حاجه في عجينه البيتزا حاجتين. الحاجه الاولى هي بتاخد لها مش اقل من ربعايه في تحت ايدينا او في الجهاز اللي احنا بنعمل فيه العجينه، وكمان مش اقل من ربعايه نصايه في التخمير او في التريح. يعني ايه يا شيف؟ يعني انا ببقى عندي مشكله دايما، بلاقي ناس تروح عامله العجينه دلوقتي ومطلعاها فرداها تك تك هتشتغل، بس مش تبقى صح. الصح والمظبوط ان العجينه تاخد وقتها في التقليب كويس جدا، وتتعجن مظبوط تتجانس مع بعضيها، كله يبقى زي ما حضراتكم شايفين على سرعه متوسطه، ولا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. لما نلم كل الجوانب دي كلها هنشوف التفاصيل. في بق ميه كمان هنزل بيه كمان شويه، ولو عايز اضيف فكره الزبادي في النهايه ممكن اعمل كده، ولو عايز احط زيت زيتون تاني هنشوف. التفاصيل كلها واحده واحده، انا يعني انا عايز اركز شويه مع حضراتكم في تفصيله العجينه دي عشان ما يبقاش في دوشه. سيبها، ومن الناحيه الثانيه وانا شغال بالمره هبقى اعلق على الصوص. صوص البيتزا، صوص البيتزا هو صوص عادي جدا ما فيهوش اي تفاصيل، لكن خلينا نعمله بريحه حلوه وطعم مظبوط. الصح والمظبوط الطماطم بتتسلق في ميه المكرونه، وبعد كده بتتقشر وبتتساب قدامي كده عشان ابدا اعملها صوص، او اشويها واقشرها حسب اللي موجود عندي. وعندي ثوم مشوي برده، وعندي بصلايه لو حبيت، عندي نص معلقه سكر ونص معلقه زعتر او رحاب، ده للصوص. وعندي صلصه طماطم. هنشوف. انا بس ارجع بص على العجينه ونشوف الاخبار. بص الملامح بدات تلم، شايفها بدات تلم معايا. اعمل انا ايه؟ ممكن اديها سنه ميه لو حبيت الم كل حاجه سنه. بص قد ايه، بص، وارجع تاني اركن على جنب لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. سيبها تكمل عجنها. طيب